تعرف على حضرتك؟ أنا اسمي مهندس محمد يونس مدير شركة. حضرتك أول زيارة يا فندم للمشروع؟ أول زيارة. أنا كنت بصراحة بتمنى الزيارة دي من زمان، لكن الحمد لله إن هي حصلت النهاردة. وإيه أخرك ده كله يا ما أعرفش، ما كانش فيه ترتيبات، وكانت ظروف طبعا شغلي ظروف سفر وكده، لكن يعني بلغت امبارح إنه في زيارة النهاردة. انطباعك ايه بقى بعد جوله بحريه في القناه يا فندم؟ اسعد يوم في حياتي. لو انا اقول لك يعني اسعد يوم، اسعد، انا بالنسبه لي اسعد يوم في حياتي، اسعد يوم من ان انا عندي 4 بنات، وانا سعيد ان انا ده يوم زي اهم من حتى من ولاده بناتي. انا كنت متوقع ما شاهدته النهارده يا فندم؟ لا، ما كنتش متوقع. لا يعني للامانه، يعني ما كانش عندي الاحساس ده، يعني اللي انا شفته النهارده، انا واللي انا سمعته من سياده الفريق، في معجزه تمت، وفي معجزه بتتم، والمصريين عايشين، ويا ريت كل المصريين يركزوا قوي مع المجهود اللي بيتم، لانه شرف عظيم لينا ان احنا نكون عايشين ونعيش الحدث ده. مهم جدا ان احنا نعيش الحدث ده. لو في رساله عايز تبعتها للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الخاص باقامه القناه، تقول له يا فندم؟ مش هقدر اقول له غير تعظيم سلام يا فندم، وتحيا مصر، كلنا جنودك. تقول ايه للشعب المصري اللي جمع تمويل القناه في اقل من شعب عبقري، شعب عبقري، شعب عبقري، لما حس بصدق رئيسه وحس بانه اللي بيكلمه حد وطني من الطراز الاول، طلع له كل اللي يملكه، و يعني كل واحد، يعني انا اعتقد انه الشعب المصري يقدر يعمل معجزات اكتر من كده. تقول لي الفريق مهمه مين صاحب الفكره والدراسه الخاصه بالقناه يا فندم؟ يعني شخص متواضع جدا، برغم ان هو شخص عبقري جدا. القناه حفرت، وفي نفس الوقت ما فيش يوم واحد تعطلت فيها الملاحة، ما شاء الله. أنا الأمانة أنا مش عارف العدد اللي شارك حفر القناة النهاردة، لكن كل التحية. راجل يعني راجل، أنا حبيت إن أنا أبوس جبينه. تقول للجيش المصري، ويا ريت ينقل قبلتي دي لست الرئيس. مش هتقول ايه للجيش المصري اللي اشرف على مرحله الحفر الجاف في قلب رمال سيناء يا فندم؟ انا حضرت 73، كنت طفل، انا من المنصوره اساسا، وحضرت جزء من المعركه الجويه، شفتها في سما المنصوره. طبعا ما كان ليش الشرف ان انا في التوقيت ده ابقى في قناه السويس، لكن اعتقد ان النهارده انا عندي الاحساس ده ان انا عبرت قناه السويس في 73. جميل. تقول ايه شكرا للجيش المصري. جميل. تقول ايه للشعب المصري يا فندم؟ ان شاء الله مع قائد مبدع مخلص، بيشتغل وبس، بيشتغل. انا اعتقد انه كلام سيادة الرئيس يعني ما تقدرش تقارنه بافعاله، بطموحه اللي بيتمناه لمصر. سيادة الرئيس عنده احلام كتير، وان شاء الله احنا معاه واحنا جنوده، وان شاء الله يعني معاه ومع شعب مصر ان شاء الله. كمواطن مصري، جزء من الشعب المصري، تقول رساله، لو في رساله للعالم من هنا من قلب قناه السويس الجديده فهم. طبعا احنا يعني بعد 30/6 مصر قابلت مشكلات كبيره جدا مع العالم، لانه ما كانش حاسس الاحساس بتاعنا، ما عاش معانا الفتره من 2012 لغايه 30/6/2013. لو الشعب، لو الشعوب العالميه عاشت بره الفتره دي، انا اعتقد ان هي كانت هتقرر معانا ان هي نعمل اللي عملناه في 30/6. فانا بقول لكل شعوب العالم، احنا شعب مسالم جدا جدا جدا، وبنتمنى ان انتوا تشرفونا، ومصر ان شاء الله هتفضل هي المحروسة ارض الكنانة. حضرتك النهاردة قدمت مشاركة، يمكن سيادة الفريق بيرفض كلمة تبرع، مشاركة
حضرتك بتقول لرجال الاعمال والمصريين، وخاصه احنا مقبلين على حفل الافتتاح يا فندم. والله انا شايف ناس كتير قامت بمجهود وافر، واتمنى من الاخرين ان شاء الله ان هم يقدموا لبلادهم. انا اعتقد ان اي مصري مش هيقدر يبخل على بلاده لما مصر تطلب منه. كلمة أخيرة نقول تحيا مصر. أنا تحيا مصر كلمة عبقرية جمعتنا كلنا، فأنا بقولها زي سيادة الرئيس: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.